هذه المرة استيقظت باكرا حتى أرافق الصيادين في رحلتهم لصيد الأخطبوط. يا عبد الرحمن، نعم، متى تصور؟ أنا بديت كنصور. نصل قرية الصيد ويباشر الصيادون تجهيز مركبهم. يستعينون بأضواء خافتة ويجتهدون لئلا ينسوا شيئا. تجهيزات البحر تشملني أيضا. شكرا. دابا استعداد ماتريانو توزان الموتور المسائل. الله عندك يرجع مرشري حدا يوطى الموضوع. يا بسم الله. مشكلة عمقتي شوية خلفي الداخل لأن راه شترت النجات هذه. حتى لا يصيبها الماء يتم وضع المحفظة الخاصة بي في كيس محكم. قد حذروني أن دوار البحر سيكون شاقا علي فأبيت إلا الذهاب معهم. قد ذهب عنهم الذنب إذن. يقوم الجرار بوظيفة الدفع وبعدها يسمع هدير المحرك. بسم الله ننطلق. يظهر أن تسيير المركب في البحر ليلا أمر صعب لكنه أسهل من ذلك. تعتمد المراكب في الظلام على تشوير الأضواء من أجل فهم مسار الإبحار. لكل ومضة ضوء معنى معين. هذه هي كلشي صافي. هذه ديك البلاصه فين بغيت وترزعك البلاصه فين بغيت. واحد الوقت ما كانتش هذه، راه قلت ليك كان بنادم تيتكربس، كان بنادم تيتبردا، كان بنادم تزيد الضبابة، ما يقدر كاع يبقى في البلاصه يومين ثلاث ايام، يقدر يخرج بشي جرف يقدر. دابا هذه لا. لم نبلغ المصيد بعد، نجعل فطورنا اولا حتى يبقى النهار للعمل. بسم الله بسم الله. بعدها يبادرون بجمع قنينات الصيد التي وضعت سابقا. إنها تقنية الغراف. يستعينون في ذلك بمحرك دوار يسمى التروي، وهذه أولى ثمار الصيد. دابا جبناهم قلبنا، دابا الماتريال قلبناه، عطانا هذه البركة اللي كتشوف. لقد كانت هذه الليلة هادئة نسبيا، لكن هؤلاء الصيادين يعيشون في الغالب ليال ظلماء حالكة تغشاهم فيها أمواج عاتية تضرب من كل جانب. إن لياليهم العجيبة لكثيرة، لكنهم يخفون ذكرها لأنفسهم فقط. وبعد كل ليلة كانت الشمس تشرق عليهم بضوئها من جديد. في هذه الرحلة أرافق كل من عبد القادر باعتباره رئيس المركب وموجه دفته، وكل من عبد الرزاق وسعيد باعتبارهما بحارة مساعدين له. ديرينا من الفقايون صاحي، خلينا الطاليان وجينا البحر. هنا في مكتاب الرزق صاحبي، عندنا ما نقولوا، السين مقسم الله والحمد لله. المهمة ديالي هنا بحري،
خدام هذاك الرئيسي، وتنضل له خدام من 4 الصباح حتى 4 العشيه، الجوج كل نهار ورزقه. سأسعى جاهدا خلال هذه الرحلة لتوثيق طريقة عيشهم واشتغالهم داخل البحر، وكيف يكابدون لتحصيل لحمه وصيده. دبر احنا في موسم صيد اخطبوط عزيز، عزيز كما تسمى احنا بالدارجة. عزيز راه عنده واحد الفترة تنخدمو واحد الفترة وتنحبسو. لمعرفة مواضع الكمائن بدقة يستعين رئيس المركب بجهاز تحديد المواقع، فكلما وضعوا كمين صيد إلا وأشروا عليه في الجهاز حتى يسهل إيجاده. نكون قد ابتعدنا الآن عن اليابسة بقرابة 3 ساعات من طريق البحر. المسافة هنا داخل البحر تقاس بالميل، المهم أننا ابتعدنا أميالاً كثيرة. لكل كمين هنا علامة تشير لصاحبه، ولا يمكن للصيادين أن يجهزوا على كمائن صيادين آخرين ولو بالخطأ، وهذه التي تظهر هي العلامة السطحية التي تطفو من كميننا حتى يمسك بطرفها. يستعين بعصات تسمى الكراشة أو الغانجو. سيتعين عليهم تفقد كل الغراريف وإعادتها بعد ذلك لمكانها، أو تغيير المصيد إن استوجب الأمر ذلك. إن الصيد بهذا المصيد البحري لمثمر، لكنهم فقدوا إحدى الكمائن ولم تعد علامته تظهر. سيستعينون بأداة حديدية لإمساك طرفه واستخراجه. لا كاينه غنشدوها، ما كايناش راه ما كايناش. يؤكد لهم رئيس المركب وجود الكمين المفقود بهذا الموضع، فينجح المساعدون باستخراجه. يحدث هذا عادة في حالة الصيد الوفير، فيصبح الكمين ثقيلاً وينزل للقاع. يا له من صيد ثمين. يقومون بعدها بنصب كمين غراريف جديدة، فيرمون بالغراف واحداً واحداً، ولا ينسون وضع العلامة. سيكون يومهم منصباً بأكمله على تفقد الغراريف وتغيير موضعها ما تطلب الأمر ذلك. من غير الأخطبوطات المعتادة، أحياناً يكون الصيد حباراً ماراً من المكان، وأحياناً أخرى يكون بعضاً من سلطعونات البحر، فيقومون بوضعه على الجمر ليؤكل نصف نيء.
أتناول بيضة وأشرب ماءه. يحين موعد الغداء. في القائمة أخطبوط يتطلب التحضير الجيد. جميلة ديال الغداء هذا إن شاء الله أحمر راهي حنا خدامين في أزيز ومرة مرة من فيها ناس تناكلو. ها هو سيدي بسم الله. الطريقة الأولى كندير ليه بحال هكا. بعد ما كنقتلوه كندبحوه في الموس كندير ليه بحال هكا. بحال هكا. هذه تقنية طبخ تميز رجال البحر فقط. إنها طنجرة غذاء بحرية بامتياز. يشعل الموقد بعدها ويضع عليه الطنجرة إلى أن تنضج. في انتظار ذلك ستتم معاينة كمائن جديدة. هذه المرة تشابكت غراريفهم مع غراريف صيادين آخرين. إن الأمر لا يبعث بالذعر، فذلك يحدث دائماً بفعل التيارات البحرية. ببعض الحيلة ينجحون في استعادة غراريفهم. ديما بحال هكا اقرب من هكا حشين من هكا كل نهار وكيفاش. الآن يأتي وقت الأكل فالطنجرة جاهزة. ديال حساب الطاجين هي جاب الطاجين. بعد الرحمن بسم الله بسم الله. سنصيب منه جميعا. ها الغديوة ديال الحق. حقا ما ألذه. الله يلاه سلام. بذلك يكون يومنا قد انتهى وندير دفة المركب للعودة. في طريقنا نلتقي بعض الصيادين ممن يستعينون بتقنية المطاط المرن المنفوخ. إنها تقنية صيد خطيرة. والله ما تفش هاد الموتور. الغراف هذا صعيب. الغراف اطلع عليك زين يلا في رايك. واه حسيت لو الموتور كاع. واش تقعد فيلمي فيديو ولا دايره تصويره؟ لا فيديو. ايه هي البحريه كاملي. الله يحفظك. ولكن راه كتريسكي. واه انت تشوفها ودا خويا. ايوا انا مساكن انا. اه والله ومالك الحمد لله كل حاجه شنو نديرو حنا راه ان رحله اليوم كانت واحده من اجمل مغامرات العاديون التي عشتها في حياتي كلها. بصدق رايت من رجال البحر عزيمه تفل الحديد. والنهار كندوزوه على حساب البحر. دابا كاين نهار كيدوز ميسر كاين نهار بغيت يدوز شويه كاين نهار لي داكشي معاه ناريات ما مقادات. الوقت فاش تيكون البحر طايح بحال هكا شكل والوقت فاش تيكون البحر نايض ثاني شكل. ودابا هذا زيز فين كيمشي؟ هذا زيز اخويا كيمشي للمارشي. من المارشي كيمشي للوحدات ديال التجميد تصدر برا هادشي. نبلغ قرية الصيادين ونجد أمامنا الجرار في انتظار ليقوم بمهمته.
هذا حال البحر، وهذه واحدة من بطولاته التي يخطها الصيادون كل يوم. قد كان قدرهم أن يعيشوا منه وأن يعتبروه رفيق دربهم وكاتم أسرارهم. لكل منهم نصيبه وقدره فيه، لله درهم، فقد جمعوا الصبر والحنكة والشهامة. أدخلنا شوية عيانين، وفي الحقيقة الرحلة دازت زوينة، اكتشفت فيها شحال من حاجة، اكتشفت العالم ديال البحار، وعشت تجربة ديال صيد الأخطبوط. ومن هذا الفيديو كنبغي نشكر كاع الناس اللي تلاقيتهم في هذه الرحلة، وكنبغي نقول للناس يجيو يزوروا الأقاليم الجنوبية، راه عطى الله ما يتشاف هنا وبزاف. وما تنسوش الرحلة لا تزال مستمرة.